بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم وبسمة امل جديدة. بسمة امل النهاردة بتقول: هل ممكن تاكل حق حد؟ هل ممكن تاكل حق الغلابة؟ فكر كويس. الناس اللي بتشتغل عندك انت مراعي حقوقهم؟ الناس البسيطة، الناس اللي ما تقدرش تقولك لا، انت بتكرمهم، بتديهم حقهم اول باول؟ القصة النهاردة قصة من الادب الروسي، قصة بيحكيها الكاتب الروسي الشهير انطوان شيخوف. هو بيقول، والقصة قصة قصيرة في تاريخ الأدب العالمي، يعني هو كتبها وأنا بنقلها عنه. هو بيقول إن في يوم نادى في غرفة مكتبه الست اللي بتربي ولاده، المربية اللي بتشتغل عندهم في البيت، اسمها بوليا. بوليا دي قال لها: تعالي يا بوليا، أنا عايز أدفع لك حسابك علشان أنت اشتغلتي معانا الشهر اللي فات كله، فأنا عايز أديكي حسابك زي كان أول شهر تشتغل معاه. فدخلت بوليا وقال لها: اقعدي يا بوليا، يلا نتحاسب، أنت أكيد طبعا محتاجة للفلوس، وأنا أحب قبل آخر الشهر أديكي حقك، لكنك يعني خجولة لدرجة أن أنت لسه ما طلبتيش حسابك لغاية دلوقتي. فابتسمت بوليا، أن يعني الراجل جدع جدا يعني، وقال لها: طيب يلا، أنا اتفقت معاك أن أنا أدفع لك 30 روبل في الشهر. فردت بوليا كده بصوت خفيض قوي، قالت له: 40. قال: لا 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 لا، 30 ده متسجل عندي، انا كنت دايما بدفع للمربيات اللي بتشتغل عندنا في البيت 30. قالت له: كويس حاضر. طيب، قال لها: انت اشتغلتي عندنا دلوقتي شهرين. فردت عليه قالت له: شهرين وخمس ايام. قال لها: لا، شهرين بالظبط، ده متسجل عندي، يعني انا دقيق جدا، اذا انت يستحق لك 60 روبل، هنخصم منهم 9 أيام بتوع يوم الحد، لأنك ما كنتيش بتعملي في أيام الحد، كنت بتروحي تتفسحي، وبعدين 3 أيام عيد. بدأ وجه بوليا طبعا يحمر، وقال لها: إيه طيب، يبقى نخصم ال3 أيام ونخصم دول، يبقى هنخصم 12 روبل. وبعدين ابني كان مريض 4 أيام وما كانش بيروح الدرس، فأنت ما كنتيش بتعملي حاجة، وبعدين كان عندك 3 أيام تانية سنانك بتوجعك، فطبعا مراتي سمحت لك إنك تروحي كل يوم بعد الغدا إنك تروحي لدكتور السنان، يبقى فيه كمان 10، وبعدين يبقى الإجمالي 19، نخصم يبقى الباقي 41 روبل. مظبوط. احمرت عين بوليا وبدأت تدمع وكتمت دمع في عينيها، فرد عليها وقال لها: بس انت قبل راس السنة كسرتي فنجان وطبق، فحنخصم 2 روبل، والفنجان يعني كان موروث من امي، الله يسامحك علينا العوض، لكن يعني هنسامحك على تقصيرك في الحكاية دي، لكن ابني مرة كان طالع الشجرة وتقطع البنطلون بتاعه وانت ما كنتيش واخدة بالك وكان مفروض تاخدي بالك، هنخصم 10 روبل بسبب تقصيرك. وبعدين ابني التاني كان خارج معاكي واتسرق منه الشنطة بتاعته وكان واجبك تراعي الحكاية دي، فهنخصم 5 روبل. وفي يوم 10 يناير خدتي من مراتي 10 روبلات سلف. فبوليا وهي بتعيط قالت له: لا ما خدتش، كانوا 3 بس. قال لها: لا ده متسجل عندي، انت خدتي ال10 روبلات، يبقى كده كل المجموع فضلك 14 روبل. يا نهار ابيض، من 60 روبل فضلها 14 روبل. انا بحب جدا ان انا ادي الناس حقوقها في كل وقت، اتفضلي 1 2 3 4، 14 روبل. شكرا بوليا، انت عملتي شغلك كويس قوي في الشهرين اللي فاتوا وتكملي معنا. فقامت قايله له شكرا ودموعها بتنزل، فبصلها ورد عليها بغضب، قال لها: شكرا على ايه؟ قالت له: على الفلوس. قال لها: انا نهبتك، انا سرقتك، انا خدت حقك وتعبك وما فضلتلكيش الا كلام فاضي. فردت عليه وقالت له: لكن في اماكن تانية كنت بشتغل فيها ما كانوش بيدوني حاجة خالص، على الاقل انت اديتني شوية فلوس. فرد عليها الراجل وقال لها: انا اسف، انا كنت بهزر معاكي، اتفضلي ال60 روبل كاملين وفوقيهم 20 روبل هدية، لأن أنت كنت بتشتغلي باجتهاد شديد، الإجمالي 80 روبل. أنا كنت بشوف أنت هتتعاملي إزاي مع الموقف ده. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جماعة وهو بيقول: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. إدوا الناس حقوقها قبل ما عرقه يجف، مش تقعد تمطوحه وتبهدله وتتعبه وتعمل معاه زي ما الراجل عمل مع الست دي. هو في الآخر كان بيهزر معاها، لكن حتى وهو بيهزر جرحها.
يا جماعة ما تهينش اللي بيشتغلوا عندك فيهينك ربنا، ما تتعاملش مع الناس بأسوأ فربنا يعرضك للي يعاملك بأسوأ. أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. سعادة الغلابة بتجيب بسمة أمل. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.